الطلب. في خبر آخر، يشارك فيلم الرحلة السعودي الذي ينافس في جائزة أفضل فيلم تجريبي لكونه أول فيلم رسوم متحركة سعودي في مهرجان سيبتيموس السينمائي بأمستردام، واللي راح يكون في تاريخ 7 يونيو. هذا المهرجان يستضيف أبرز الأفلام العالمية، ويتم اختيار الأفلام المرشحة على أساس الجودة والأصالة والتفرد. يعني جميل جدا انه نشوف هذا النوع من الافلام التاريخيه برسوم متحركه في مهرجانات عالميه. مثل هذه الاعمال تقوم بدور السفير لثقافتك وتاريخك والرسائل الجميله اللي احنا نتميز فيها كشعوب، والجميل انه موجود كمان في امستردام، فانت قاعده هناك في مهرجان خاص، فانت قاعده توصلي الرساله هذه اكيد لكل العالم. نتمنى كل التوفيق لاصحاب هذا العمل الجميل.